والله بالنسبه للتجهيزات ما فيها شيء ابدا ابدا. المجد تمسكه هيك بايدك بطاق. اعطيني انا مصاري 3000 دولار انا بعمر عماره تليق فيني وببرك مرتاح. او بتفساد ورا بعض. هاي نحن هون في سجن. سجن يعني شوي كبير. جينا من هديك السنه احنا استلمنا هون كتل، عطونا كتل نحن اساس وعدونا وعود وطلعت الوعود غير هالوعود اللي وعدونا هي. نحن عمرونا كتل، شوف طلع يا اخي هيك بدون زريقه تليس يعني بيقولوا بدون شيء، طاول لا الصرف الصحي زيقهم كله عدلنا عليه وخربناه كله، عدلنا في البيوت ليسنا حطينا كل اللي معهم جيبوا كله حطوا هوني، ونحن كنا موعودين غير وعود. يعني هوني مخيم كموني ما يقارب صار في حوالي 2000 عيله، اي معادل صار مدينه 300 يعني 30000 نسمه من هون صار هالقطاع هذا. كل يوم تعديل، كل يوم عم نعدل فيه شيء، يوم تواليت، يوم الله عزك مطبخ، طلع ايش عم يصير معنا من جوا، شو ايش عم نسويهم. الامر حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الامر انه والله عمرونا، ايش عمرونا؟ سجوا تقول تفرج جوا، ما بينبرك ابدا، لا ارضيه قالوا ارضيه ما في ارضيه، وبواب للكب، هو بواب مو بواب هو، تعملوا هيك بيفتح، مفاتيح مالهم، شيء مالهم، تعليق مالهم، ما بشي طاول، كله ضحك على اللحى، ضحكوا علينا بس، انه والله بركوا خلاص. والله بالنسبة للتجهيزات ما فيها شيء ابدا ابدا، الشقة مؤلفة من غرفتين وشقتين في ظهر بعضهم، اللي عنده أكثر من 5 أشخاص أعطوه شقتين فتحنا على بعضهم. أنا عندي غرفة مساوي لي غرفة 2.5 ب3، ما بتسعني، أنا عندي 6-7 أولاد، أنا رجعت فكيت حيط وسعت كل غرفتين سويتهم غرفة، حمام ما في، طيب أنا بتحمم بالتواليت، رجعت قلعت حجرة التواليت وسويت حمام من أول وجديد وزرقت وليست وعدلت في الحيطان كله خربته. الشبابيك كلها قفالة، الابواب والشبابيك كل الابواب ستوك، نوعية رديئة جدا الابواب اللي حطينا هي بفيسي، كل رجعنا حطينا القفل 7 دولارات انا مكلفني القفل. قرميد كله عبهر مثل ما بقولوا، بس نكشت القرميدي ما لها مكان يطول ابدا، تفرط فرط ما مسقفة ابدا، ولا فيها تمديد كهرباء ولا صرف صحي، اضطرينا نساوي غرفة مطبخ يعني نستخدمها، سوينا لها جرن حنفية، سوينا لها سيفونات ومددناها وين درناها على الصرف الصحي على دورة المياه أو على الحمام. المجدة تمسكه هيك بإيدك بطاق، طبقة وحدة أمس هون عندنا في المجدة كان روح على البنت الصغيرة، المجدة هذه اللي هون حاطين إيش المجدة أو بتفساد ورا بعض، هاي كله فساد ورا بعض، هاد إيش أنا ودع طلع العمار طلع هذا كله على فكرة نحن سوينا هاد، طلع هون نحن كحنا ونحن سبقنا، ما يفكروا هذا اني سبقوا، كله نحن هذا سوينا، نحن ما في عندهم شيء طاول غير البواب، وثلاث ارباع البواب جينا لقيناهم ما موجودين. خلى ما تامل لي مأوى يعني كريم مثل هالناس، يعني انت اخذت حقه، يعني اخذت حقه، يعني انا حسب سمعت ما بنعرف في سرقه في شيء ما بنعرف. خلينا نحكي بصراحه، والله المنظمه نحن ما شفناها طاول، عرفت علي؟ في ناس مستلمين المخيم اجوا سلمونا هالشقق هاي ونحن اشتغلناها، ضلينا بجي 2-3 شهور نشتغل فيها لأنه ما في إمكانيات، يعني العالم أغلبها إمكانياتها ضعيفة. $3,500 تكلفة الشقة حيطينا، دقهم أنا $1,000 بعمر هيك، لو أعطيني مصاري أنا بعمر لحالي، يعني أعطيني مصاري و100 متر أرض أو 70 متر أرض خيو، أعطيني أنا مصاري $3,000 أنا بعمر عمارة تليق فيني وببرك مرتاح. الشقتين بظهر بعضهم نحن 7 أشخاص كلفتني $1,000 حطيت عليها، ولسه ما سرقت سقوفي، والفوق جبت روبة شمنتو للسطح عشاني عم بنقط علينا مي، جبت 2-3 كيسين شمنتو وبولابون وخلطناهم ومديناهم على السطح مشان ما تنقط علينا المي. بس هاي في الشتي تجي في الشتي، اقسم بالله ما بتحسن تبرق ولا دايا، انا بارك عند بيت بنتي قمت وطلعت وعندنا اولاد عمرهم 1.5 سنة، يا حرام شيء، مرض ما بتحول للمرض. خدمات لسه ضعيفة، يعني خدمات لا في مثلا حاويات للزبالة لا في شغلات، مفتقرين حتى آلية مثلا لشيل النظافة خارج المخيم ما في، والله الخيم يعني مأساتها أكثر شوي، يعني هون نحن تحت بالشتاء شوي يعني عم نركب صوبة بهالبيت، بنجيب لنا شوية حطب ندف عليها. شو اللي صار فينا هون؟ إنه نحن أحسن من الأبشع مننا، طلعوا في عالم يا حرام بيركي في الشوادر، شو بيركي في الشوادر؟
يعني شغلي حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اذا واحد يحكي ايش ما واحد حكى بحكي لك البعد بكره. الكهريز واحد بيدخل على اجلكم الله نرجع منلاقيه مكسر وقت اللي عم يدخلون وبيصبوا الارضيات هذول مصبينهم مكسر في العربيات عم يدرجوا فيها المتعهدين على مستوى اللي عم يشتغلوا. المنطقة الجبلية لا بأس فيها كويسة، بس يعني بدها تخديم، بدها يعني يكون بناء مقبول للسكن يعني مثلا، ولا أرض جبلية جبلية عادية، بس الطرق اللي عم تأدي للرئيسي كلها دروس وكلها محفرة وكلها ما لسه ما زفتوا لنا ولا طريق. الخدمات النظافة كلها عم تصير بالشوارع، شفت كوم كوم صارت دبين والريحة بتقتلنا خالص. يعني تحكي إذا تحكي إذا بدي أحكي لك بطأ أنا رأي أتفجر. نحن هون في سجن، سجن يعني شوي كبير، نحن كرماء في بيوتنا كان وفي شعبنا وفي أخلاقنا، بس إنه أمنونا هون وكرام لا العكي مو صحيح. هذا السكن هذا أجل لكم الله غير البقر ما بصلح، هذا جابونا حطونا هون بس نحن عبارة عن مو بشر نحن مفكرين.